نعم يمكن لعبك تقدم المشاركه ديالكم المشاركه ديال الجوده في الانستغرام باش نشوفوا شنو الطبق اللي قدمتم. نقدم لكم طبق طاجين بالشربه وفيه مطيشه وبطاطا وفلفله حاره والزيتون وحوض الصير وفق بالسرحيل وصناد صناد ماروكان. نعم انتم شاركتوا الرجال والنساء شاركتوا في هذا الطبق هذا؟ الرجال والنساء مشاركه جماعيه. اه جماعيه. شكون هو الشاف؟ شكون الشاف ديالكم؟ شكون الشاف كوزين؟ انا الشاف كوزين. اذا باش اللمسه ديالكم كتميز هذه المشاركه باش كتميز؟ بالروح ديال التعاون. الروح التعاون الفريق، روح الفريق كما كتعملوا في الشركه بغيتوا تعملوا جوده حتى في الطاجين ديالكم. بين سوس الشام مخلطه. هذا الطاجين جا ما بين عرايشيين وزوازو. اذا فيه لمسه وطنيه، فيه لمسه وطنيه. لاحظوا حتى شركه الجوده هي شركه وطنيه، يعني فيها ناس مساهمين ديالها كلهم عندهم يعني راس مال وطني. شكرا تبارك الله عليكم. بارك الله فيكم.